مختار. الحمد لله على السلامة يا سي مختار. الله يسلمك. الله يسلمك يا سموحة. ازيك يا حبيبتي؟ كنت فين يا مختار؟ انت في الشغل طبعا. شغل الوش الفجر؟ ما اصل كان في قعدة تجار مهمة النهاردة وكان لازم احضرها. وحضرتك سايب بقى المدبغة والمحل عشان يتنهب. فاشل. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ مش مهم مين اللي قال لي، المهم ان ده حصل وانت ولا على بالك. يا ماما انا بأسس لشغل جديد اهم بكتير. يعني كلامي طلع صح؟ طبعا لا، لان المدبغة والمحل انا حاطط فيهم ناس بيبلغوني اللي بيحصل اول باول. يا ابني يا ابني يا حبيبي، يعني سيب شقة عمر ابوك للغرب هم اللي يدوروه. يا ست الحبايب الدنيا بتتطور واحنا لازم نتطور معاها. يا اخويا طور في الشغلانه اللي انت متربي فيها طول عمرك، واللي مالوش خير فيها مالوش خير في حاجه تانية. ما بحبهاش. بس الشغلانه دي بقى هي اللي ربتكوا وكبرتكوا وصرفت عليكوا وخلتكوا رجاله. دي شغله ريحتها وحشه وكلها عرق واخر بهدله. بس حلال. يا سلام، طب ما في مليون شغلانه انضف واقيم وحلال برضو. يعني عايز نعمل ايه؟ عايزني اطلب من اخوك الضابط والمحاسب انهم يسيبوا اشغالهم ويجوا يشتغلوا وانت موجود؟ ليه لا، وهو مالهم برضو. ايوه يا اخويا، بس انت اللي بتفهم في الشغلانه ومعلم فيها. يروحوا يتعلموا لحد ما يبقوا معلمين. وانت رحت فين؟ رقيت نفسي بقى وقعدت على مكتب وبقى حواليا تليفونات. يا خيبه املي فيك يا مختار. يا اخويا لو على المكتب والتليفونات وضب اوضه المكتب اللي في المطبخ وحط التكييف كمان لو عايز، بس خليك في اكل عيشك. يا بت يا بت كفايه انا اكل عيش، عايزين ناكل بقلاوه. يا سلام، وهي المطبخه ما بتاكلش بقلاوه يا سي مختار؟ تغور بريحتها الوحشه. مالكش حق يا سي مختار. مالكيش دعوه انت، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه واللي عايز حاجه يعملها. معلش حقك علي يا حاج، ما انت عارفاه راسه ناشفه وماشي على هواه. يا خوفي يا خوفي، ماشي على هواه يجيبه على قفاه كده برضو تزعل الحاجه منك. ما هي مش عايزه تفهم بقى سموحه ان احنا كبرنا وكل واحد فينا بقى ليه مصلحته. وانتوا ليه كل واحد في ناحيه؟ ما تجمعوا نفسيكوا وتدوروا تجاره ابوك. يا حبيبتي الدنيا بتتطور واحنا كمان لازم نتطور، مش هينفع نفضل محلك سر. يعني انت مصر على اللي في دماغك؟ يا بنت اللي في دماغي ده هيودينا في حته تانيه خالص. ازاي يعني؟ هبقى بيه رجل اعمال محترم مش متبغي. ايوه يا سي مختار، بس الحاجه كوثر دي امك وعيانه، ريحها يريح قلبك. يا سماح دي امي وانا عارفها كويس، شويه كده وهتروق، وبعدين ما عندها جوز لفنديه التانيين ولا انا بقى الحيطه المايله. خليها تشوف هيسمعوا كلامها ولا لا. ما انت عارف اخواتك محدش فيهم هيفهم في الشغلانه دي قدك ولا حملها، وبعدين كل واحد فيهم عنده شغله، وانت كده هتزعلها منهم هم كمان. طب اعمل ايه؟ ما باليد حيله. واللي تقول لك على حل يريح الحاجه ويريحك ويريح اخواتك هم كمان. حل ايه؟ طالما انت واخواتك مش فاضيين للمدبغه والمحل انا ممكن اقف فيهم. تقفي فين؟ انت جننتي؟ ليه بس؟ ده انا بعرف احسب واكتب، انت ناسي ان انا طالعه من سته ابتدائي ولا ايه؟ وياما اتمرمطت في الشغل وبنت سوق زي ما انت عايز. انت تنسي الموضوع ده خالص. انت عايز تفضحيني؟ الله، ليه كده بس؟ هو انا هعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ طبعا. ده انت مرات مختار باشا، والصح انك ما تعمليش حاجه. امال انا عايشه ليه؟ يا حبيبه قلبي، يا روح مختار. انت عايشه علشان تتدلعي، تلبسي، تخرجي وتتفسحي. مش علشان تعرقي وتتعبي. يا حبيبي هو انا بشوفك؟ ما انت طول النهار والليل بر، وبعدين الشغل مش هيشغلني عنك، وحياتك عندي انت مش هتحس بفرق خالص. مالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. انا ليا اتنين اخوات رجاله، اللي عايز منهم ينزل يشتغل يورينا شطارته. ايوه مش فاهم يعني ايه المطلوب مني؟ تفرغ نفسك لمدبغه ابوك. وده وقته يا امي، انا داخل على مشروع كبير هياخد كل وقتي. يعني ايه؟ ومدبغة ابوك محله تسيبهم لمين؟ وانت راجل حسابات قد الدنيا ومحدش يقدر يدورهم غيرك. طب ومختار راح فين؟ مختار؟ مختار راح سكه اللي يروح ما يرجعش. مش فاهم. رافض يا سيدي يشتغل ومتكبر. يعني ايه رافض؟ هو في حد يتكبر على الشغل؟ طب اعمل له ايه؟ بيقول له ان هو قال عنده مشروع كبير وربنا يستر بقى من مشاريعه دي اللي محدش عارف لها اول من اخر. طب بص يا امي، انا ممكن اتابع حسابات المحل والمدبغه من بعيد لبعيد،
انما اروح ابشرهم كل يوم صعب قوي. هو انا هترجاكوا يا ابني عشان تشوفوا مصلحتكم؟ يا امي ما انا بقول لك اهو هتابع الحسابات من بعيد لبعيد. ما ينفعش، لازم يكون حد فيكم موجود كل يوم عشان يباشر الشغل بنفسه. طيب نعين حد امين ياخد باله من الشغل. وتضمن منين بقى ان هو ما يسرقناش يا ابني؟ حبيبي المال السايب بيعلم السرقه. ايوه يا امي، ما انا كمان عندي طموح ومش هينفع اتنازل عنه. وطموحك ده ما ينفعش تحققه في تجاره ابوك؟ ما بفهمهاش، ما بحبهاش يا ابني. حبها عشان خاطرنا، عشان مصلحتنا كلنا. يا امي مصلحتكم على راسي من فوق، بس ما تاخذنيش برضو، مصلحتي انا كمان تهمني. افهم من كلامك انك انت بتختار مصلحتك اولا؟ يا امي ما انا بقول لك اهو نمسك العصايه من النص. ازاي؟ هشتغل الشغلانه اللي انا بحبها وباشر المحل والمطبخ كل فتره من بعيد لبعيد. يا خساره، يا خساره تربيتي فيكوا، يا خساره. ليه بس يا امي ليه؟ فين يا ابني النخوه والرجوله؟ انا واختك مالناش غيركوا. طب وانا قلت حاجه يا امي؟ ما انا موجود اهو تحت امركوا في اي وقت. مش بالكلام يا ابني، المسؤوليه فعل وتضحيه. يا خساره، يا خساره تربيتي فيكوا، يا خساره. بقى يا امي ما همش طريقه دي كمان، كل ما تشوفيني تقعدي ترزعي لي بالمنظر ده، انا زهقت واتخنقت وانا اتنكست واتوكست بيكم. يا خساره الشقه عمري اللي ضاع عشانكم. يا رب يا رب صبرني على اللي انا فيه، يا رب يا رب.